لما سمع ديمتريوس بأن نيقانور وجيوشه قد سقطوا في الحرب، عاد ثانية فأرسل إلى أرض يهوذا بكيديس اللي هو القائد الأولاني وألكيموس ومعهما الجناح الأيمن، يعني فرقة كاملة من الجيش. فانطلق في طريق الجلجال ونزل عند مشاعلوت بأربين فاستولي عليها وأهلك نفوسا كثيرة. وفي الشهر الأول في السنة 150 نزل على أورشليم، والسنة دي كانت تعادل سنة 160 قبل الميلاد. قدوا يتوجهوا لأورشليم علشان الهيكل ويهوذا المكان. ثم زحف وانطلق إلى بيروت في 20,000 راجل و2,000 فارس. وكان يهوذا قد نزل بلاشع ومعه 3,000 رجل منتخبين. فلما رأوا كثرة عدد الجيوش خافوا خوفا شديدا. والأول مرة هنا يهوذا المكابي واللي معاه يعملوا ايه؟ يخافوا. قال له طب ما انت دخلت مواقف أصعب من كده، ايه اللي خلاك دلوقتي تخاف؟ شوف الإنسان لما حول وشه عن ربنا وابتدى يحط اعتماده على البشر. فجعل كثيرون ينسبون من المحلة، من 3,000 واحد اللي معاه ابتدى ناس كتيرة تهرب وتسيب يهوذا لوحده، ولم يبق منهم إلا 800 رجل. فلما رأى يهوذا أن جيشه قد انساب والحرب تضايقه انكسر قلبه، نفسيته اتحطمت جدا، لأن لقى ان كل اللي معاه سابوه، لأنه لم يبقى له وقت لردهم، واسترخت عزائمه. فقال لمن بقي معه: لنقم ونهجم على مناصبينا عسى أن نقدر على مدافعتهم. لكن يهوذا لأنه كان فارس شجاع جدا، صحيح الغلطة اللي عملها غلطة بسيطة من جهة التكتيك الحربي، لكن كانت غلطة كبيرة جدا في حق ربنا. يقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن الوقت كان فات والغلطة اتسجلت عليه، لكن هو ظل شجاع للنهاية. فصرفوه عن عزم قائلين أنه ليس في طاقتنا اليوم إلا أن ننجو بنفسنا بالتلمية اللي معاه. قالوا له مش من حكمة أن احنا نقاتل، احنا ما قدمناش حاجة غير أن احنا نهرب، ثم نرجع مع إخواننا ونقاتلهم فإن عدد قليل. فقال يهوذا: حاشا لي أن أفعل مثل ذلك وأهرب منهم، وإن كان قدنا أجلنا فنموتنا بشجاعة عن إخوتنا أو ولا نبقينا على مجدنا وصمة، وصمة يعني عار. وفضل يهوذا أنه يأخذ القرار أنه يموت شهيد من أنه يهرب وينجو بنفسه. وضرب جيش العدو من المحلة وقف بإذائهم، وانقسمت الفرسان قسمين، وكان الرماه بالمقاليع والقصية يتقدمون الجيش، وكانت مقدمة الجيش كلها من ذي البأس، وكان بكيديس في الجناح الأيمن. فازدلفت الفرقة من الجانبين وهتفوا بالأبواق، ونفخ رجال يهوذا أيضا في الأبواق فارتجت الأرض من جلبة العسكرين، والتحم القتال من الصبح إلى المساء. فضل يقاتل بشجاعة جبارة جدا يهوذا المكابي. ورأى يهوذا أن بكيديس وقوة الجيش في الجناح الأيمن، فقصدهم ومعه كل ذي قلب ثابت، فكسروا الجناح الأيمن وتعقبوا أسرهم إلى جبل أشدود. فلما رأى رجال الجناح الأيسر انكسار الجناح الأيمن انقلبوا على آثار يهوذا ومن معه، فاشتد القتال وسقط قتل كثيرون من الفريقين،
وسقط يهوذا وهرب الباقي. واستشهد يهوذا في الحرب دهية، ودي كانت نهايته بعد ما ظل 6 سنين من سنة 166 قبل الميلاد من أيام أنتيخوس أبيفانوس لغاية أيام ديمتريوس الرابع لغاية سنة 160 قبل الميلاد. الله يصنع في كل حرب يدخلها يهوذا المكابي معاه معجزات وانتصارات عظيمة لحد ما استشهد ومات في الحرب الأخيرة لما نجا إلى المعاهدة مع روميا، وقبل ما يتمتع بالمعاهدة دي كان استشهد. فحمل يوناثان وسمعان يهوذا أخاهما ودفناه في قبر أبائه في مدين. وما بال يهوذا المكابي من الرموز العظيمة جدا عند شعب اليهود لحد هذا اليوم. فبكاه شعب إسرائيل بكاء عظيما ولطموا عليه وناحوا أياما كثيرة وقالوا: كيف سقط البطل مخلص إسرائيل؟ ادوله هذا اللقب إن هو مخلص إسرائيل. عشان كده شعب إسرائيل لما المسيح جه ودخل أورشليم ظنوا أن المسيح هيعيد أيام يهوذا المكابي. والغلطة أن اللي عملها يهوذا لأنه دخل في معاهدة مع الرومان دفع ثمنها بعد كده شعب إسرائيل، أن ظل تحت حكم الرومان لحد سنة 70 ميلادية. والرومان أذاقوا شعب اليهود بعد كده الأمرين أكتر من شعب اليونان. بس الرومان لما اضطهدوا اليهود ما اضطهدوهمش على أساس ديني، ما مسوش عقائدهم، ما منعهمش مثلا من أن هم ينفذوا الشريعة أو يحفظوا السبت أو أن هم يتمنوا شريعة الختان، لا، تسهلوا جدا معاهم في موضوع الشريعة، لكن اضطهدوهم كشعب ثوري مش عايز يخضع ومش عايز يدفع الجزية، وكل حين وآخر يقوم بثورة وتحدث قلاقل. عشان كده ضربوهم ضرب جامد جدا لدرجة أنهم بعثوا بيلاطس. بيلاطس ده من تبع الولاة الرومان لكي ما يقعد في قيصرية وتبقى عنيه باستمرار على أورشليم، لأن أورشليم كانت مشهورة بالثورات، خصوصا كل ما كان اليهود يتجمعوا في الأعياد سواء في عيد الفصح أو عيد الخمسين أو عيد المظال، وكل ما يتجمعوا كانوا يقوموا بثورات. كيف سقط البطل مخلص إسرائيل؟ وبقية أخبار يهوذا وحروبه وما أداه من الحماسة وجبروته لم تكتب في هذا الموضع لأنها كثيرة جدا. وكان بعد وفاة يهوذا إن المنافقين برزوا في جميع تخوم إسرائيل وظهر كل فاعل الإثم. المنافقين بقى اللي عايزين يعيشوا في الإباحية وفي المدنية، وطبعا كان على رأسهم مين؟ الكيموس اللي هو رئيس الكهنة. الأمور دلوقتي ابتدت تستقر بالأكتر ليه. والحقيقة إن الكيموس رئيس الكهنة ده الخائن أو اللي خد رئاسة الكهنوت مش من أجل الخدمة لكن من أجل التربح على حساب الشعب، سبق وتنبأ به زكريا النبي. لو طلعنا مع بعض في الكتاب المقدس سفر زكريا إصحاح 11، في كتب مقدسة معنا سفر زكريا إصحاح 11 من عدد 15. Thank you.
فقال للرب: خذ لنفسك بعض أدوات راعي أحمق، لأني ها أنا ذا مقيم راعيا في الأرض، لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المكسور المنكسر ولا يربي القائم، ولكن يأكل لحم السمان وينزع أظلافها. ويل للراعي الباطل التارك الغنم، السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى، ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا. زكريا قبل ما يجي ألكينوس ده بمئات السنين، ربنا نطق بالنبوة دي على فمه وقال إن فيه راعي أحمق حيقام على الشعب، مفروض الراعي ده اللي هو رئيس الكهنة حيطلب المنساق أو التائه أو اللي بيقوده حد آخر، وحيجبر الكثير ويفتقد الضال، لكن الراعي الأحمق ده مش هيعمل كده. الراعي الأحمق ده حياكل الغنم، لكن أنا حأدينه. وكانت الدينونة بتاعت هذا الراعي الأحمق إيه؟ ربنا قال في حاجة، حاجة في إيديه هتحصل وحاجة في عينيه، ذراعه تيبس وعينيه تكل كلولا، يعني ما يبقاش شايف بيها، عينيه اليمنى ويده الايه اليمنى، يعني هيصاب بشلل نصفي. وده فعلا من اللي هنلاقيه لما هنيجي نقرا عن ماذا حدث لألكينوس هذا الراعي الاحمق. فتشوفوا قد ايه التاريخ ربنا بكل دقائقه وبكل تفاصيله ربنا ذكره ووضحه في النبوات. وبقى ألكينوس ده رمز لرؤساء الكهنة اللي حيجوا بعد كده، لا يطلبوا الضال ولا يستردوا المفقود ولا يجبروا الكثير، لكن يقول عنهم: ويل لرعاة إسرائيل الذين يرعون أنفسهم، زي حنان وقيافة وعصابة رؤساء الكهنة اللي كانت أيام السيد المسيح. بردك في سفر زكريا إصحاح 9 في النبوة المبدعة بتاعت المسيح اللي في دخوله إلى أورشليم، في زكريا 9 عدد 9 يقول: ابتهجي جدة يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك وهو عادل ومنصور، وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. أقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وأقطع قوس الحرب وتكلم بالسلام للأمم. خدوا بالكم دخول المسيح هنا هيعمل ايه؟ يعني يقطع المركبة ويقطع الفرس ويقطع القوس، هيمنع الحرب، هيبقى في عهد ايه؟ سلام. وفي عهد سلام مش بس لشعب اسرائيل، وكمان لمين؟ للأمم. وتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. وأنت أيضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسرار، قد أطلقت أسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء. الأسرى اللي في الجب اللي مفيهوش ماء ده رمز للإيه؟ الجحيم. مين هم أسرى الجب دول؟ دول الناس اللي فين؟ اللي في الجحيم، اللي ما كانش ليهم حياة، مفيش ماء في الجب ده يعني مفيش حياة، وكانوا مقصورين في الجحيم. ولكن المسيح بعهد السلام أطلق أيضا اللي موجودين في الجب. ارجعوا إلى الحصن يا أسر الرجاء، والحصن هو حصن
اورشليم اللي رمز لاورشليم الايه السماويه، الناس الاسرى الرجاء اللي ماتوا على رجاء مجيء الايه المسيح. اليوم ايضا اصرخ اني ارد عليك ضعفين. وتكلم هنا زكريا لان اورشليم كان هيجي عليها حروب 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 كتيره جدا. وشفنا في عهد المكابيين ما بيمرش 10 سنين الا اورشليم بيكون عليها حرب وضغطه شديده جدا وحصار وتهديد لتدمير الهيكل. لكن المسيح لما ياتي ستكون السلام لاورشليم الجديده اللي ما فيهاش حرب، اورشليم النازله من فوق اللي هو ملكوت السماوات. لأن المسيح قال كده: سلامي أعطيكم، سلامي أترك لكم. أنتيخوس أبيفانوس اللي اضطهد اليهود مات سنة 164 قبل الميلاد. أنتيخوس اللي بعديه مات سنة 162، ده مطولش كتير. ديمتريوس ده حكم من 162 قبل الميلاد ل 150 قبل الميلاد. لكن يهوذا المكابي مات سنة 160 قبل الميلاد. وهنا باستمرار تمثل النبوة بتتكلم عن نصرة الله لشعبه لحد ما يتم السلام النهائي. مين اللي هيقود المواجهة مع ألكينوس ومع ديمتريوس بعد وفاة يهوذا المكابي أخوه يوناثان، وتبتدي فترة جديدة من فترة المكابيين. ابتداها الأول الأب اللي هو سمعان ابن متاتيا، وبعدين كمل النصرة أو بعد مطأ يهوذا المكابي، وبعدين يتسلم منه القيادة لشعب إسرائيل أخوه يوناثان. ماذا سيصنع يوناثان وأيضا تاريخ شعب إسرائيل في الفترة دي؟ في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو يهوذا المكابي عمل ستة، وكان في خمسة معتمد فيهم على ربنا، ده اللي كان فيها كل النصرة، وعشان خايف واحدة يعمل فيه كده. هو ما عملش فيه كده، يعني خلاه يخش في الاستشهاد. مش معنى إن يهوذا المكابي مات إنه هلك. ده يهوذا المكابي خد لقب ايه؟ مخلص اسرائيل. بس هي النقطة انه كان درس بعد كده ان يظل الانسان اعتماده على مين؟ على الله. انت شايف ان حل المشكلة انك تلجأ لروما؟ طب روما مش هتلحق تنجبك. لكن انت كجهادة اوكي، زي شمشون. شمشون صنع حروب كثيرة وانتصر فيها، لكن في الاخر مات في وسط الحرب الأخيرة مع الفلسطينيين. لكن هل شمشون هلك؟ لا، ده شمشون بقى من رجال الإيه؟ الإيمان. لكن هو تلميحة قوية جدا أن يظل اعتماد الإنسان على الله فقط، مش على حلف ولا معاهدات ولا مساعدات من الناس. ده اللي بيعلمه لنا التاريخ، ودي فايدة ان احنا بنشوف الناس اللي سبقونا في تاريخ معاملة الله معهم وازاي هم عاملوا ربنا. انهينا المرة اللي فاتت جهاد يهوذا المكابي، اول الاخوة اللي قادوا ثورة المكابيين، وشوفنا عمل ربنا العظيم معاه والانتصارات المتتالية اللي كان ربنا بيحققها باستمرار بالرغم من ضعف القوة العسكرية اللي كانت عنده، وإنه طول ما كان يهوذا المكابي وضع اعتماده وثقته وإيمانه في ربنا كان ربنا بيتنجد معاه باستمرار. لكن شفنا النهاية المحزنة أو المؤسفة، إن لما يهوذا المكابي صنع عهد أو دخل في معاهدة مع الرومان علشان يسندوه قدام السلوقيين، قبل ما يتم المعاهدة أو يتمتع بالحماية الرومانية
كان اتقتل في الموقعة النهائية بينه وبين السلوقيين. وده كان درس على مر التاريخ. يهوذا طول ما كان حاطط نظره على ربنا كان في انتصارات متوالية. أول ما ابتدى يبص للناس ويخش في أحلاف عسكرية وفي معاهدات عسكرية ابتدى ينهزم ويستشهد في الموقعة الأخيرة. ومش معنى كده أن ربنا رفضه، لكن باستمرار احنا عارفين أن الكتاب المقدس بيذكر ضعفات رجال الإيمان والقديسين. الكتاب المقدس ما بينكرش أو ما بيخبيش ضعفات الناس. إبراهيم أبو الآباء ذكر ضعفات إيمانه، وأيضا يهوذا المكابي ذكر ضعفات الإيمان بتاعته، داود النبي أيضا ذكر ضعفه وخطيته. وده عشان يورينا أنه ليس ولا واحد، أن الكل وقع تحت الخطية والضعف. ولكن في نفس الوقت بينبهنا من يظن أنه قائم فبينظر لألا يسقط. وإن دي دروس وعبرة مش بس تختص بيهوذا المكابي، لكن تختص بالأجيال اللي بعد كده، إن كل واحد يعي الدرس كويس، إن اللي يحط ثقته في ربنا ينبغي إن تكون الثقة دي مثبتة في الله حتى النهاية. لأن ناس كتيرة ابتدوا كويس لكن ما كملوش بنفس الدرجة من الجودة اللي ابتدوا بيها. عشان كده الكلام ده مكتوب علشان احنا ناخد بالنا ونكون متوقظين لألا نسقط في نفس السقطات اللي سقط فيها الأولين. عشان كده في أحد المفكرين قول عبارة لطيفة جدا، إن التاريخ ده عبارة عن دروس، والإنسان اللي ما يتعلمش منها يقول عليه عبارة صعبة، يقول من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يعني من لا يستوعب الدرس من التاريخ، التاريخ بالنسبة له إيه؟ هيتكرر. ونفس الغلط اللي الناس وقعوا فيه قبل كده هنوع احنا بردك فيه. عشان كده أهمية ان احنا ندرس التاريخ. يمكن بعض الناس بتقول سفر المكابين عبارة كله عن قصص وتاريخ، ايه فايدته روحيا بالنسبة لنا؟ لا، ليه فايدة، انه بيورينا الترجمة العملية فعلا للكلام اللي موجود في الكتاب المقدس. ان اللي ما بيثبتش في الكلمة حتى النهاية وكأنه ما تعلمش وما استفادش من الناس اللي قبل كده. تاريخ ده سيرة حياة الناس، الناس عملت ايه، اللي صدق واللي ما صدقش، واللي في البداية صدق وفي النهاية ضعف وتعب، واللي في الأول كان تعبان وبعيد ولكن في النهاية صدق. كل ده قصص ودروس من التاريخ علشان الإنسان يقدر يستوعبها. لكن إذا وطبعا للأسف الجيل الجديد اللي طالع ما بيعرفش تاريخه، عشان كده ما بيتعلمش، وعلشان كده ماشي بمزاجه وبهواه وبيفتكر نفسه إنه عارف وعنده خبرة، فبيكرر نفس الغلطات. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. حتى الشباب تقول لهم تعالوا روحوا شوفوا تاريخكم، تاريخ أبائكم وأجدادكم الشهداء والقديسين، لك لا لا لا، الكلام ده كلام فاضي، ده تعب، احنا عايزين نروح نتفسح، نخرج نشوف مناظر حلوة، نروح البحر نشم الهواء. إذا ما عرفتش تاريخك وإذا ما استوعبتش الدرس من التاريخ هتجازف بتكرار نفس الخطايا والخطأ اللي موجود في التاريخ. وإذا امتلتش من الصح اللي موجود في التاريخ هترجع لنفس الخطية. عشان كده خطورة كبيرة جدا موجودة حاليا على الأجيال اللي جاية والشباب الموجود اليومين دول للمواجهة للتاريخ.
وزادها للتاريخ وافتكر نفسه ان تجربته باختباره هيقدر يمشي حياته. اسف، هيدوق كل مرارة التاريخ بكل الكأس المؤلم بل اضعاف مضاعفة عن اللي سبقوه قبل كده. عشان كده مهم جدا للإنسان إنه يتعلم من المواقف السابقة، من قصص، من اختبارات، من تجارب، مش بس التجارب العملية ولا التجارب العاطفية ولكن أيضا التجارب الروحية. لما بيعند الإنسان ويمشي من دماغه بيخسر كتير. من لا يحتوي التاريخ يجازف بتكراره. انتهت حياة يهوذا المكابي وابتدت الأمور من بعد كده تسير في اتجاه معين. هنكمل من إصحاح 9 عدد 23. وكان بعد وفاة يهوذا أن المنافقين بردوا في جميع تخوم إسرائيل. المنافقين اللي هم جماعة اليهود اليونانيين الهيلينيين اللي عايزين يعيشوا بحسب المدنية وبتقاليدهم للأمم اللي حواليهم. اليهود اللي هم متحررين بعكس اليهود الأتقياء اللي متمسكين بتعليم الشريعة. فابتدوا يشموا نفسهم وابتدوا ياخدوا مواقع ومواضع مرتفعة بين الشعب. وظهر كل فاعل الإثم، كل الناس اللي عايشة بالخطية وعايزة تعيش بالخطية هم اللي بقوا ظاهرين في المجتمع. وأعتقد إن ده مشابه لأوقاتنا الإيه اللي حاضرة، إن اللي عايش بالخطية وبالغش وبالمكر وبالنجاسة ومشي أموره هو اللي ظاهر والواضح في المجتمع الآن. وفي تلك الأيام حدثت نجاعة عظيمة جدا فتخاذلت البلاد إليهم، هم اللي في ايديهم كل حاجة، فالناس ابتدت تتبعهم. فاختار بكيديس الكفر منهم وأقامهم رؤساء على البلاد. الأمور زادت تعقيدا لأن بكيديس ده كان القائد السلوقي، خد من الناس المنافقين أو من اليهود الغير أتقياء وحطهم رؤساء على البلاد. فكان يتطلبون أصحاب يهوذا ويتفقدونهم ويأتون بهم إلى بكيديس فينتقم منهم ويستهدئ بهم. فابتدوا يخلصوا على بقية الجماعة اللي كانت محيطة بيهوذا المكابي. وده الآية اللي بيقولها بولس الرسول في عبرانيين 11: معتادين، مكروبين، مذلين. معتادين، مكروبين، مذلين. ادي الناس اللي عاشت بالتقوى واضطهدوا، ولكن يقول في الاخر: ولم يكن العالم مستحقا لهم. فحل باسرائيل ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ لم يظهر فيهم نبي. من وقت انقطاع النبوة عن شعب إسرائيل ممر الشعب إسرائيل بوقت دي زي ده. تعرفين طبعا آخر الأنبياء اللي جم لشعب إسرائيل كان هو ملاخي، وده كان سنة 430 قبل الميلاد. ففترة 400 سنة ده هي ما بين ملاخي ومجيء المسيح لم يكن لشعب إسرائيل فيها نبي على الإطلاق. فاجتمع جميع أصحاب يهوذا وقالوا ليوناثان، ويوناثان ده أخو يهوذا، إنه منذ وفاة يهوذا أخيك لم يقم له كفوا يخرج على العدو وعلى بكيديس والمبغضين لأمتنا، فنحن نختارك اليوم رئيسا لنا وقائدا مكانه تحارب حربنا. فقبل يوناثان القيادة في ذلك الوقت وقام في موضع يهوذا أخيه. وهنا تبتدي فترة أخرى من تاريخ شعب إسرائيل، ثورة المكابيين بقيادة يوناثان
ودي كانت في الفترة من سنة 160 قبل الميلاد لغاية سنة 143 قبل الميلاد. فلما علم بكيديس طلب قتله، وبلغ ذلك يوناسان وسمعان أخاه وجميع من معه، فهربوا إلى برية تقوع ونزلوا على ماء جب أصفار. برية تقوع دي اللي فضل فيها يهوذا اللي فضل فيها داوود هربان لفترة من الزمن من شاول الملك، ما قدروش ان هم يبقوا في أورشليم ويحموا الهيكل لأن كان لسه ما عدوش نفسهم، فلجأوا للفكرة الأولانية اللي لجأ ليها يهوذا المكابي اللي هي فكرة حرب العصابات، وعلشان يقدروا يكونوا قوة لجأوا للجبال ولجأوا للمغاير وللكهوف، بالظبط زي ما داود برضك عمل مع مين؟ شاول. فلجأوا الحرب العصابات مرة تانية فاستخبوا في برية تقوى. فعلم بكيديس فبحث بجميع جيشه إلى عبر الأردن يوم سبت، لأنه بالذات بيختار يوم السبت ده لأنه عارف إن اليهود بيقدسوه من الصعب إن هم يحاربوا فيه. وأرسل يوناثان يوحنا أخاه بتحت قيادته يسأل النبطيين، النبطيين اللي هم العرب أولياءه، ودول كانوا في معاهدة بينهم وبين شعب إسرائيل، أن يعيروهم عدتهم الوافرة. فخرج بنو يمري من ديبة قبيلة عربية وقبضوا على يوحنا وكل ما معه وذهبوا بالجميع، غدروا بيهم قتلوهم. وبعد هذه الأمور أخبر يوناثان وسمعان أخوه أن بني يمري يقيمون عرسا عظيما ويزفون العروس من دابة باحتفال عظيم وهي ابنة بعض علماء كنعان. فذكر يوحنا أخاهم وصعدوا واختبأوا وراء الجبل، ثم رفعوا أبصارهم ونظروا فإذ بجلبة وجهاز كثير والعروس وأصحابه وإخوته خارجون للقائهم بالدفوف وآلات الطرب وأسلحة كثيرة. فصار عليهم رجال يوناثان من المكمن وضربوهم فسقط قتلى كثيرين، وهرب الباقون إلى الجبل فأخذوا كل أسلابهم. وتحول العرس إلى مناحة وصوت آلات طربهم إلى نحيب. ولما انتقموا لدم أخيهم رجعوا إلى غيطة الأردن، بيسموها غيطة الأردن أو مخاط الأردن، اللي هي الحتة الأرض الطينية اللي بتتغطى بالفيضان بتاع نهر الأردن لما بيفيد ولما بيقل في المستوى بتاعه تبقى الحتة دي كلها طينة. فسمع بكيديس فوفد إلى شطوط الأردن يوم سبت في جيش عظيم. فقال يوناثان لمن معه: لننهض الآن ونقاتل عن نفوسنا، فليس الأمر اليوم كما كان أمس وما قبل، يعني اليوم هنضطر نحارب يوم السبت، فإن الحرب أمامنا وخلفنا، أمامه بكيديس ومن وراه النبطيين اللي كانوا لسه منتقمين منهم. وماء الأردن والغياض والغاب من هنا ومن هناك فليس لنا من مناص، لازم نحارب لأن ملناش نجاة. والآن فاصرخوا إلى السماء فتنقذوا من أيدي أعدائكم. ثم التحم القتال ومد يوناثان يده ليضرب بكيديس فانصاع عنه إلى الوراء، يعني تفادى الضربة بتاعته. فرمى يوناثان ومن معه بأنفسهم في الأردن وعاموا إلى العبر فلم يعبروا الأردن إليهم. لما لقوا إن هم مش قادرين يموتوا بكيديس
رموا نفسهم في نهر الأردن وعبروا، لكن بكديس ما تبعهمش، ما قدرش يوم وراهم. وسقط من رجال بكديس في ذلك اليوم 1000 رجل، فعاد إلى أورشليم. ما زالت أورشليم في يد القائد السلوقي. ثم بنى مبائن حصينة في اليهودية وحصن آريحة وعماوس وبيت حورون وبيت إيل وتمنى وفرعتون وتفون بأسوار عالية وأبواب ومباليك. ده القائد السلوقي عمال يحصن في المدن دهيت، وجعل فيها حرسا يراغمون إسرائيل. يراغمون إسرائيل يعني يجبروهم على الخضوع. وحصن مدينة بيت صور من ناحية الشمال وجاذر والقلعة، وجعل فيها جيوشا وميرا. القلعة دي كانت موقع في غرب الجبل بتاع الهيكل، موقع حصين كان بناه أنتيخوس أبيفانوس، وسكن فيه حراس من السلوقيين ومجموعة من اليهود اللي هم المنافقين أو اليهود الغير أتقياء. وكانت القلعة دي بتعتبر المدخل والمنفذ ناحية الهيكل، فطول ما كان فيها الناس دول كانوا بيمنعوا الشعب التقي من ان هو يدخل الى الهيكل ويقدم العبادة الى الهيكل. وظلت القلعة دي شوكة في ظهر شعب اسرائيل فترة كبيرة. واخذ ابناء قواد البلاد رهائن وجعلهم في القلعة بأورشليم في الحبس. أبناء قواد البلاد بتوع اليهود شعب إسرائيل حبسهم كلهم في القلعة دهيت. وفي السنة 53 في الشهر الثاني أمر الكيموس. الكيموس ده فاكرين اللي هو مين؟ رئيس الكهنة اللي خده بتعيين من ملك السلوقيين، واللي اتكلمنا عنه في زفر زكريا اللي ذكره بأنه هو الراعي الأحمق اللي خد الموضوع بالفلوس وأزال رجال الله الأتقياء برغم أنه هو كان رئيس كهنة. أمر الكيموس أن يهدم حائط دار المقدس الداخلية، فهدم أعمال الأنبياء وشرع في التدمير. الكيموس ده أمر بهدم التمديدات اللي كان عملها حجي وذكريا في بناء الهيكل الثاني برغم ان هو كان رئيس كهنة. وفي ذلك الزمان ضرب الكيموس، ربنا ضربه ضربة، فكف عن صنيعه واعتقل لسانه، يعني ما أباش قادر يتكلم. وفلج يعني جاله شلل نصفي، بالظبط زي ما زكريا شفناها في نبوته لما تنبأ عنه في زكريا 11 المرة اللي فاتت. ولم يعد يستطيع أن ينطق بكلمة ولا أن يوصي ببنيه، حتى وصيته اللي كان بيقولها قبل ما يموت ما قدرش ينطقها. ومات الكيموس في ذلك الزمان في عذاب شديد. الكيموس اللي استغل علاقته بالملوك واقتحم الكهنوت، صحيح نجح لفترة، لكن التاريخ بيقول لنا ان ربنا ما بينساش اي انسان عاش في حياته الايه الشر. فلما رأى بكيديس ان الكيموس قد مات رجع الى الملك، لان الملك ديمتريوس كان بعد بكيديس مخصوص علشان يحمي الكيموس رئيس الكهنة اللي متعين دهوت. فلما رأى ان الكيموس مات رجع، ملقاش داعي لقعدته في منطقة اليهودية. رجع الى الملك وهذا ارض يهوذا 2 سنين، بقى فيه سلام لمدة 2 سنين فقط. وكان شعب اسرائيل في الوقت ده تحت قيادة يونسان المكابي، اخو يهوذا المكابي.
وبعد ذلك ائتمر المنافقون كلهم وقالوا هأن يوناثان والذين معه في منازلهم هادئون مطمئنون، فهلنا الآن نحمل عليهم بتيديس فيقبض عليهم أجمعين في ليلة واحدة. طبعا اليهود الغير أتقياء ما بسطهمش هذا الموقف أن يبقى فيه قائد قوي موجود يلتزم بالشريعة وبأوامر الناموس، فعملوا وشاية من أجل أن بكيديس يرجع تاني وينهي عليهم. وانطلقوا وأشاروا عليه بذلك، فقام وصار في جيش عظيم وبعث سرا يكتب إلى جميع نصرائه في اليهودية أن يقبضوا على يوناثان والذين معه، فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا لأن مشورتهم انكشفت لهم. حاول الأول أن هو يقبض على يوناثان ببعض الخدع، لكن المشورة دي بطلت لأنها انكشفت. ثم قبضوا على 50 رجلا من البلاد وهم أرباب الفتنة وقتلوهم. الدايرة دارت على الناس الأشرار واتأثر منهم 50 واحد. وانصرف يوناثان وسمعان ومن معهما إلى بيت حبلة في البرية وبنى مهدومها وحصنها، بنى الهدم اللي كان فيها وحصنها. ولما علم بكيديس حشد جميع جمهوره وراسل حلفائه في اليهودية وزحف ونزل على بيت حبلة وحاربها أياما كثيرة ونصب المجانيق، يعني عمل عليها حصار بأبراج عالية. وإن يوناثان ترك سمعان أخوه في المدينة وخرج في عدد من الجند وانتشر في البلاد. ابتدى يقسم نفسه، ساب مجموعة سمعان أخوه في البلد اللي هي حبلة دي، وابتدى هو يخرج ينتشر في البلاد عشان يشتت الجيش اللي محاصر أخوه. وضرب أدورين وإخوته وبني فاسعون في خيامهم واتفق يوقع بالعدو ويزداد قوة. وخرج سمعان ومن معه من المدينة وأحرقوا المجانيق، الأبراج اللي كان حاططها عليهم بكيديس، وقاتلوا بكيديس فانكسر وضايقوه جدا. وإذ ذهبت مشورته وخروجه في الباطل، فحس بكيديس انه سمع كلام ناس ما هماش عاقلين اللي هم المنافقين دول، وانه بقى في موقف صعب ومش قادر لا على يوناثان ولا على اخوه سمعان، فانقلب على الناس اللي ايه غروه ان هو يطلع ويحارب يوناثان. فاستشاط غضبا على رجال المنافقين الذين اشاروا عليه بالخروج الى البلاد، وقتل كثيرين منهم وأزمع الانصراف إلى أرضه. وعلم يوناثان فأنفذ إليه رسلا في عقد مصالحة ورد الأسرى، فأجاب وفعل بحسب كلامه وحلف له أنه لم يطلبه بسوء كل أيام حياته. ورد إليه الأسرى الذين أسرهم من قبل في أرض يهوذا، ثم عاد إلى أرضه ولم يعد يسير إلى تخومهم. وكانت فترة هدوء وسلام لشعب يهوذا لفترة قليلة. فزال السيف من إسرائيل وسكن يوناثان في مكماش، وأخذ يوناثان يحاكم الشعب واستأصل المنافقين من إسرائيل اللي هم الناس الخاينين أو الغدرين. لكن كل ده ومنطقة القلعة اللي هي بتحمي أو بتتحكم في الدخول إلى الهيكل كانت مازالت في إيدين الحامية السلوقية، ما كانتش لسه اتحررت.